اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، واخيرا مش طالعين مع المونديال يعني، فما حدش ليه عذر. اكيد يعني النهارده المنتخب المغربي يعني كنا نتمنى التوفيق ليه ان هو يحقق الميداليه البرونزيه، ولكن يعني قدم نسخه مميزه جدا، صعبها بشكل كبير جدا على كل المنتخبات العربيه والافريقيه، ولم يعد هناك مقوله تمثيل مشرف الا انك تصل مثل ما وصل المنتخب المغربي. ده وارد يتكرر، نتمنى بالتاكيد ان هو يتكرر، وان كانت الظروف اللي كانت فيها البطوله وهي في قطر ساعدت كتير جدا المنتخب المغربي. كنا نامل ان المنتخب المغربي يحقق برونزيه عشان يلحق بالمنتخب المصري للشباب لما حقق برونزيه 2001 بقياده الكابتن شوقي غريب، ولكن قدر الله ما شاء الله فعل، والنادي الاهلي كالعاده أرسل برقية للشعب المغربي والمنتخب المغربي، حسهم فيها إن هم قدموا بطولة مشرفة ونسخة مشرفة لكل العرب وكل أفريقيا. فهارد لك عدم حصولهم، هارد لك عدم حصولهم على ميدالية المركز الثالث، وبالتأكيد يعني كلنا توقفنا عند دموع بدر بنون. كنا نتمنى إن الشعب المغربي يكمل فرحته، والأمة العربية تكمل فرحتها، والقارة الأفريقية تكمل فرحتها بتحقيق ميدالية برونزية لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم. أكيد يا أسامة، يعني بتفق معاك إن المغرب عملت يعني ما لم يكن أحد يتوقع منها قبل البطولة. أكيد البعض حتى توقع إن هي ممكن تعمل مسيرة جيدة مقارنة إن قوام المنتخب المغربي يدعو للتفاؤل، ولكن إن هي النهاردة تبقى بتلعب نص نهائي كأس عالم ثم النهاردة مباراة المركز الثالث والرابع، فأعتقد ده إنجاز. يعني خلينا أقول إن المغرب في كل الأحوال صنعت ما هو كان عند البعض مستحيل. أكيد أتمنى إن ده ما يكونش استثناء، وأتمنى إن ده يكون بداية للمنتخبات العربية والمنتخبات الإفريقية، إن المغرب خدت الطموح اللي يخلي حاجة مهمة جدا. وإنت بتشارك في كأس عالم هتحس إن شكلك وحش جدا، أولا لو ما بتوصلش البطولة، ثانيا شكلك وحش جدا لو إنت رايح عشان تدور على فكرة إن أنا والله كنت رايح أتفسح في كأس العالم وألعب الثلاث مباريات بتوع دور المجموعات وهوب أروح راجع تاني. أعتقد المغرب علت سقف الطموحات والتوقعات، ويمكن النادي الأهلي ما سابش منتخب المغرب في أي مناسبة إلا وكان حريص على إرسال التهنئة كعادة النادي الأهلي.